33 عام من الانتظار، أجيال وراء أجيال كانت تحلم باش تشوف فريقها الملعب التونسي في استاد خاص به. رغم وجود مركب الهادي النيفر حاضر منذ سنوات. الحجر الأساسي سي محمد مزالي حتى، أما الطرفة كانت هنا كلها ميلوسي والزق وطاح. هاكا اليوم الحمد لله كيف خلطنا من كادر ما كان، فرحنا بالمركب هذايا وإن شاء الله يدوم باسم الهادي النيفر. 2 جوان 2015 كان يوم تاريخي لا ينسى من ذاكرة أحباء البقلاوة. مناسبة مباراة الجولة الأخرى من رابطة محترفة الأولى ومواجهة الملعب التونسي والنادي الفرنسي. فرحانة خاطر أول مرة باش نلعبوا في استاد نتاعنا بعد 30 سنة نستناو. إحساسي كبير 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 ما تتصورش أنت. نهار عرس اليوم برجولية. الملعب هذا آل النيفر خسر أيادي بيضاء. الهادي النيفر الله يرحمه عنده فضل كبير ياسر على الملعب التونسي. هذه فرحة مشتركة. لكن نفرح على كي استاد تونيزيان جمعية كبيرة يولي عندها مركب خاص لأن ماهيش ناقصة من الجمعية. مباراة دخلت للتاريخ بما أن عرفت إجراءها على أرضية ملعب الهادي النيفر في باردو وانتصار تاريخي للبقلاوة بفضل ضربة جزاء سجلها كريم العواضي وتخل بها للتاريخ باعتباره صاحب أول هدف للملعب التونسي على أرضية الملعب هذا. بعد نجم نقول كي الحمد لله ونشكر أصحابي برشا اللي وقفوا معايا وحاجة أخرى اليوم عيد ميلادي زادة وناكل شيء مع بعض. انتصار البارح خلى الفريق يكمل الموسم في المرتبة السادسة برصيد 43 نقطة وبراحة كبيرة عكس الخسارات اللي عاشها في الموسم الفارق. الموسم هذه دون لا كونتينيتي لو جروب ستاف تكنيك معناها البيرو ديريكتور كملنا سيزان بالخدمة اللي موجودة برجولية نتاع الملعبية نتاعنا. في المقابل النادي الصفاقسي في مباراة البارح ضيع فرص كبيرة وما عرفش كيفاش يستغل زوز إقصاءات في صفوف البقلاوة. صحيح أنه الزهور أقمر للملعب التونسي حاولنا أنه نلعبوا يعني على الجناب على اليمين على اليسار مشيرة الحناشي ومشيرة علي المعلول تخلقوا الفرص ما اللي كان ناقص اليوم بيسير مرة أخرى هي التسجيل. رغم الخسارة النادي الصفاقسي كمل موسمه في المرتبة الرابعة ب 47 نقطة بعد هزيمة ترجي جرجيس قدام النادي الإفريقي. الحدث في مباراة البارح كان تدشين ملعب الهادي النيفر، لكن السؤال المطروح هل سيواصل هذا الملعب فتح أبوابه في الموسم القادم؟ مجدي تران الملعب هذا نجم يعطي اضافه للنادي يعطي شحنه اكثر ربما يقرب اكثر الجماهير منه يكثر في عدد الجماهير. بيان سور بيان سور هما عندهم توا الملعب التونسي عنده سنين يستنى في الملعب نتاعو الخاص يعني الشارم نتاعو اللي هو موجود في باردو. باردو معناها بيبينير كبيره نتاع ملاعبيه صغار تراهم الحومه ويلعبوا في الملعب التونسي اسامي كبار ومشاو انتقلوا يعني لنوادي اخرى زاد لبرا. دونك شفت فرحه الجماهير يعني في الفيتير كيفاش فرحانين اللي تحل يعني الملعب نتاعهم ويقرب الحقيقه يقرب الجماهير وعنده شارم سبيسيال يعني اذا تكون في البلاصه اللي تلعب فيها انت يعني ما غير ما يتنقل يمشي يلعب في رادس ولا يلعب في زويتن في باردو في السونتر يعني عنده 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 شارم كبيره وفرحه شفناها يعني من جماهير الملعب التونسي. وظهر لي الهدف اللي سجله كريم العواضي في المباراه هذه باش يقعد في التاريخ بيان سور خاطر يعني نهار عيد ميلاده ونهار عيد ميلاده صحيح. ظهر لي كريم نحب نقول حاجة على اللاعب هذا اللي هما زاد عدا سيزون يعني ممتازة مع الملعب التونسي عامناه مع سقوط وكمل معناها ونشينا السيزون هذه لاعب الحقيقة ممتاز ولعب في ثلاثة نوادي الكبيرة نتاع العاصمة لعب في الترجي والإفريقي وفي في الملعب فاهمي عندك ما تقول البسام تعليق على الملعب. أنا اللي باش نقولوا على الملعب التونسي خويا مدرسة كبيرة خرجت رجالات في التسيير من سي الهادي المرحوم الهادي النيفر من ملاعبية كبار من الهرقال فريد بالحولة من غير ما نجم نسمي على الناس الكل. الملعب التونسي شفناه السنوات الاخيره انه بالظروف الماديه حسيناه كلي وخر شويه صارت شويه تفرقه في الجمهور نتاعو. اليوم جاء الوقت بتم معنى الكلمه ثم رجال اخرين في النادي حبوا يعملوا النادي الملعب هذا وكاني باش يعاود يوحد باش يعاود يطلع الحشيش الاخضر كما نقولوا في العائله نتاع الملعب التونسي عائله تشرف خدمه الرياضه التونسيه وفي امس الحاجه وان شاء الله تكون هذه بدره خير على عائله الملعب التونسي باش يعاود
يتلموا من جديد ويعاودوا في الانطلاقه. مع العلم خويا رازي انه الملعب التونسي شوفوا الكلاسمون نتاعو السنه اللي الميزانيه نتاعو تسمع المره الاخرى 117 مليون قد تكون اقل من شهريه شخص واحد فهمتي، ونلقاو الملعب التونسي لقى صعوبات. هذا كلمه لعائله الملعب التونسي ورجالات الملعب التونسي انه يستغلوا الميدان هذا باش يعملوا انطلاقه جديده في قيمه وفي سمعه الملعب التونسي بالرغم اللي عنده ترتيب مشرف جدا. والله نحب نحكي شويه على المركب الذي نايف حكينا عليه المره اللي فاتت وقلنا الامور الرسميه تقلقوا احبه الملعب التونسي يعني نهار الاثنين يعني قبل ساعات قبل نقولوا 16 ساعه من المقابله خرج قرار رسمي انه مش باش يتلعب المقابله فمحاولات حتى وصلوا حتى لبعض احبه الملعب التونسي سكروا الكياس وهدوا بعض صارت حصلوا في الاخر انه بصعوبه كبيره برشا انه فريق الملعب التونسي وصل انه لعب في المقابله نتاعو ضد سي اس اس في ملعب مركب الذي نايف الحقيقه متخوف شويه متخوف انه يعاود يتسكر مره اخرى الملعب يلزم الدوسي يتحل تو سيفري يعني يتخلى التاريخ الملعب سيفري انه الحلم تحقق لكن يتحل الدوسي مره اخرى على قاعده وياخذ كونفيرماسيون رسميه ونهائيه لانه من حقه باش يدخل جميل لانه حكموا عليهم 1000 متفرج شويه يظل كطاقه استيعاب الملعب يهز حتى اكثر من 10000 يعني هذه لازم يتعاود يتحل الدوسي في الرياضه انه ما عادش مزروبين هو فاهمي بصراحه الموضوع هذا اللي حكيت عليه يعني وصلوا لعبوا الملعب التونسي في الوقت القياسي هذا بفضل مجهودات بصراحه الولايه اللجنه اللي صارت وخاصه وزاره الشباب والرياضه ممثله في المندوبيه الجوائيه للرياضه يعني بصراحه عملوا مجهود كبير لانها امور رمزيه يعني اخر مباراه هي امور نفسيه انا نعتبرها امور نفسيه جمهور الملعب التونسي ولاعبين الملعب التونسي وصلوا اونفا لعبوا في الملعب هذا اللي كان تقريبا حلم بالنسبه للعديد وانهم يوصلوا لحل السيزون الجاي جايه تكون لجنه معاينه الملاعب جديده مواصفات بتبع لازم يطبق فيه